الأموال مالك التي تجبها أي كواجب فيها الزكاة الزكري مالك أي زكاة كواجب تجب الزكاة الزكري ويكواجب فيها مالك قديس خمسة أشياء شن شيء المواشي كوا صعدة سيد الله يجيل يارجع والإثمان لعجيه والزرو معيته بدل أنا بدل جبرة أو يعني لفلنا إيه والثمار مريه إيه أرود تجارتي بدا عاد لا قد قدينا يا غناسيغا فالمواشي فعمل مواشي حولها سكونيا فتجب الزكاه الزكري ويكواجب في ثلاثه اجناس سدع جنسي معنا منها وحكمده وهي الابل الجيلة والبقر اللوضة والغنم ارغا وهي الابل والجيلة والبقر اللوضة والغنم النساب وحليا دي غاري دونان نساب كاسي كواجب وهي هي مركز وكله أي أي فإذا بلغ هذه أوجاره أو أي الذهب والفضة ذهب كي يفضة ذي الذهب والفضة ذهب كي يفضة والعقد والأوراق ورقد النقديات تجب وكواجب الزكاة الزكاة في الذهب ذهبك ذهبك الزكاة كواجب والفضة في الذي الزكاة كواجب يوم ما يقوم مقامهما ومركز بوسكو دو سو استاغو او ومن المعدنات معناها كاملة من المعاملات ايوا مركز من العملات الورقيه فاذا بلغ دي او غارو ما يملكه ملكني شخص شخصي فاذا بلغ دي او غارو ما وح يملكه ملكني شخص شخصي من الذهب دابك 85 جراما شن يسديتن جرام هدي أوجاره دابك يف أكثر واحد كبدا معنا وأكو أجيب ياوا فإنه يجب أكو أجيب عليه أن يخرج إن لقبيه أن يخرج إن لقبيه زكاة وزكاة ديسي ولا زكاة ومقدارها قدر كزكاة لقبيه هنا هنا ربع العشر وطبعا ميلات ميل برسنتجك وما دون ذلك سديتن إيشان غرام دهب كدو كيري هاي سديتن إيشان غرام دهب كدو كيري هاي فليس فيه زكاة واحد زكاة ومركز لغربة مجرته وإذا بلغ دي أوغارو ما يملكه الفرد قفك أمنا واحد أملكين من الفضلة حق العقدة 672 لعب قل تدوات إلا بجرام في الضوء أي فأكثر واحد كبدا فإنه يجب عليه وواجب كل قنية أن يخرج زكاة الزكاة سنكبرها ومقدارها الربع العشر واسكمت طبعا ميلاد ميلبو بحنا يا قفكا وما دون ذلك وإكسو كينا فليس فيه زكاة زكاة مركز لغا مرة بو درسي قلنا مانتالكاس أيو جوغا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم.